اخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. موضوع اليوم حول طائر الحسون. سنذكر الأسباب التي تجعل طائر الحسون يتوقف عن التغريد أو يصبح قليل التغريد. الكثير من يكون عنده حسون يعني لا يسكت كثير التغريد، وبشكل عادي يعني يغرد في معظم الأوقات، وفجأة يلاحظ بأن طائره توقف عن التغريد. نعم، يوجد عدة أسباب تجعل طائر الحسون يتوقف عن التغريد، يجب عليك أن تعلمها لكي تتجنبها. تعرض الحسون للمرض مثل التسييف أو الالتهاب أو الإسهال، الإمساك. المهم، عندما يمرض الحسون راح يتوقف عن التغريد. سبب آخر، عدم خروج الحسون من مرحلة غيار الريش بشكل طبيعي وبشكل جيد وصحي. فعدم اهتمام في مرحلة غيار الريش بالطائر وعدم تقديم التغذية المتكاملة يعني أن الطائر لن يخرج من هذه المرحلة بشكل جيد، فممكن لا يرجع يغرد أو يصبح قليل التغريد. سبب آخر أيضا، تعرض الحسون إلى خلل في النوم، يعني أن الحسون لا ينام بشكل طبيعي، يعني أن الإنارة أو الإضاءة غير منتظمة، فتجد الحسون يسهر لساعات كثيرة في اليوم أو في الليل بسبب أن الإضاءة مشتعلة في الليل، فذلك يعود بالحسون عليه بالضرر ويصبح قليل التغريد، وفي بعض الأحيان يتوقف تماما عن التغريد. وضروري الإضاءة تكون منتظمة، تكون يعني الإضاءة كالإضاءة الطبيعية. تقريبا ينهض الحسون مع الصباح الباكر وينام مع غروب الشمس، تعتبر أفضل إضاءة. سبب آخر أيضا، التغذية الغير المتوازنة المقدمة للحسون أو تغيير النظام الغذائي المفاجئ للحسون عدة مرات في فترة وجيزة. سبب آخر أيضا، تعرض الحسون أو القفص للفاش. فأيضا كثرة الفاش في القفص أو في الطائر تؤدي به إلى السكوت. سبب آخر أيضا، وضع الحسون في مكان غير مناسب عوض المكان المعتاد عليه. فكما نعرف الحسون ليس مثل الكناري، فبعض المرات تغير له المكان يسكت، خاصة إذا كان المكان غير مناسب. سبب آخر أيضا، تعرض الحسون إلى الفزع والخوف، فمثل تعرض إلى هجوم القطط أو سقوط القفص من المكان المعلق فيه، أو تعرض الحسون إلى أصوات مرتفعة كأصوات الألعاب النارية أو حدوث ضجيج في الليل ويكون الطائر نائم. كل هذه تؤدي إلى سقوط في بعض المرات ريش الحسون وأيضا سكوت الحسون. سبب آخر أيضا، تنقل الطائر من قفص إلى قفص، يعني تغيير القفص أو تغيير مكان القفص. فعندما نغير القفص كثير من المرات الحسون يسكت لأنه يكون معتاد على قفصه الأول. سبب آخر أيضا، وضع الحسون في مكان به رطوبة كثيرة، فمثلا الحمام أو المطبخ، مما يؤدي إلى غيار الريش الغير الموسمي وبذلك يتوقف عن التغريد. سبب آخر أيضا، هناك من يكون واضع لأنثى قرب هذا الطائر أو في المكان نفسه ويبعد تلك الأنثى، فإبعاد الأنثى على الطائر الذي يعني كما نقول ألف عليها قد أيضا تجد أن هذا الطائر يسكت عن التغريد. سبب آخر أيضا، الحرارة الزائدة أو البرودة الشديدة أو قلة التشميس، كل هذه الأسباب قد تجعل الطائر يسكت عن التغريد أو يكون تغريده قليل.